السلام عليكم طلبتي الأعزاء. هذه المحاضرة هي تكمل المحاضرة السابقة في frequency distribution وتوضيح لها. سوف نعود حل المثال الذي تم شرحه سابقا بالإضافة إلى مثال آخر. بالنسبة للمثال الأول example, the life of electric bubbles in hours was sampled. هذا المثال يتكلم عن عمر المصابيح الكهربائية. أولا إن هنا نجد أن هذه القيم قد تم إعطائها وحدة. بما أنه تم إعطاء وحدة اللي هي يونت، إذن هذه القيم جاءت نتيجة measurement أي قياس، فبالتالي نطبق عليها الخطوات التالية. الخطوة رقم واحد، يجب أن نستخرج size of data. حسب المثال موجود عندنا، هنا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 5 أعمدة بعشر قيم، إذا هي 50 قيمة. إذا الخطوة الأولى كانت إنه عدد هو 50 القيمة. فائدة من هذا الشيء اللي احنا قلناه بالبداية حتى أقول نتيجة هذا الحجم for size عندي حالتين، إذا كانت أكبر من 50 فإذا عدد يعني الفئات راح يتراوح من 10 إلى 20 فئة. أوكي؟ أما إذا كانت أصغر أو يساوينا 50 فإذا عدد الفئات راح يتراوح من 5 إلى 10 فئات. هاي النقطة رقم واحد. إذا هسه حددنا وعرفنا الشغلة الأولى. الشغلة الثانية، هسه هاي الخطوة رقم واحد. الخطوة رقم اثنين، راح أحدد the smallest value and the largest value. حسب المثال السابق اللي حكينا عنه، أصغر قيمة كانت هي 663. أصغر قيمة كانت هي 663، بينما أكبر قيمة كانت لدينا هي 740. 740 طبعا نبحث احنا طبعا اكيد على هاي القيم، لازم واحدة واحدة ونرتبها حتى نقدر نبحث عن أكبر وأصغر قيمة. فبالتالي إذا هسه نسجلها، إذا احنا هسه عندنا smallest هي عبارة عن 663، بينما largest هي 740. أوكي، هاي الخطوة رقم اثنين. الخطوة رقم ثلاثة، نحدد ما يعرف بال one unit in last significant digit. اوكي، حسب هذا المثال القيمه هي شقد؟ هي واحد عدد صحيح. شلون عرفنا هي قيمتها واحد عدد صحيح؟ لان احنا مثل ما قلنا هو هذا شنو معناته، تعني وحده واحده من اخر مرتبه مؤثره وهي ما بعد الفارزه وبعدد المراتب. حسب القيم الموجوده اني هنا، اني ما عندي هنا مراتب، ما عندي، فقط عندي اعداد صحيحه، فبالتالي اذا اصغر قيمه مؤثره حتكون اكيد حتكون الواحد عدد صحيح. فمثلا لو كانت لدينا قيم، لنفرض كانت عندنا مثلا قيمه 2 عدد صحيح و2، 3 عدد صحيح و9، 1 عدد صحيح و1، وهنا لنفرض كان عندنا 2 عدد صحيح و23، وهنا 4 عدد صحيح و95، وهنا 6 عدد صحيح و60. هنا لنفرض كان عندي قيم 3 عدد صحيح 3 2 3، وهنا 2 9 1 2 4 5 0 1. طبعا هاي لازم ننتبه، مستحيل تجي القيم مرة، يعني خلينا نقول نفس القيم بنفس السؤال مرة مرتبة واحدة ومرة مرتبتين وياها ثلاثة، مستحيل. لو كلها مرتبة واحدة، لو كلها مرتبتين، لو كلها ثلاث مراتب، لو ماكو مراتب، مفهوم طلاب؟ بس هاي للتوضيح. فلنفرض على هذا العمود الأول، بالنسبة للعمود الأول حتى استخرج one unit in last significant، هنا أي
مهما كان العدد الصحيح راح يساوي لنا صفر. دوت مهما كانت القيم الموجودة هنا فهي أصغر قيمة مؤثرة هي واحد. نجسل العمود الثاني. نفس الحالة حنقول هاي الأعداد الصحيحة حتمثل اللي هي صفر عدد صحيح. المرتبة الأولى ما بعد الفارزة أيضا أصفرها. المرتبة الثانية اللي هنا المفروض موجودة فيها أقل قيمة مؤثرة اللي هي قيمتها جد واحد. نجي هنا نفس الحالة صفر 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 واحد. وعلى أساسه نستخرج أقل قيمة مؤثرة على قيم السؤال حسب طبعا كل سؤال. نكمل هسه مثالنا. إذن هسه شقد الونيونت؟ الونيونت هو واحد. هاي الخطوة رقم ثلاثة. نجي على الخطوة رقم أربعة. بالنسبة للخطوة رقم أربعة هو استخراج الرينج. الرينج طبعا هو شي يساوينا هو largest value. نطرح منه the smallest one. اوكي حسب مالتنا المثال اللي استخرجناه هو شقد كانت؟ كان 740 ناقصا 663 شو حيساوي لنا؟ 77 ساعة. هذا شي يمثل لي طلابي؟ هذا راح يمثل لي الرينج. نجي نستخرج الخطوة الخامسة هو هم استخراج اللي هي التوتال ويدث. التوتال ويدث هو عبارة عن الرينج زائدا الوان يونت ان LSD اللي هي قبل شوية عرفناها اللي هي last significant digit. الرينج ايش قد هو؟ هو عبارة عن 77 زائدا ايش قد قيمة ال 1 اللي احنا قبل شوية استخرجناها؟ فيطلع لنا 78. اوكي فهاي 78. هسه الخطوة اللي بعدها نستخرج الكلاس ويدث. الكلاس ويدث حتى استخرجه هو عبارة عن total ويدث مقسوما على number of class اللي هو قبل شوية اللي احنا قلناه. إذا كانت القيم المعطاة بالسؤال أقل من 50 فإذا الكلاس مالتنا محصور من 5 إلى 10. أما إذا كان أكبر من 50 فالكلاس مالتنا محصور من 10 إلى 20. فأول قيمة أني عندي بالكلاس ايش قد هي قيمتها؟ حتكون 5 اكيد. فالمهم فنجي على التوتال ويدث اللي هو ايش قد طلعناه هنا اللي هو عباره عن 78. بالنسبه لنمبر اوف كلاس اول قيمه ايش قد كانت انا عندي؟ كانت عندي 5. فراح نقسم هسه. اوكي 78 تقسيم 5 حيطلع لي 15 عدد صحيح و6 بالعشره. نجي ننتبه على هاي القيمه اللي انا استخرجتها. طبعا هاي القيمه اللي انا استخرجتها ما تشابه شكل القيم المعطاة بالسؤال، فبالتالي إذا لازم شو نسوي؟ نرفضها لهاي القيمة. هاي القيمة رفضت، فإذا لازم شو نسوي هسه احنا؟ هاي لازم نروح إذا النتيجة خاطئة، هنا لوجود مرتبة بعد الفارزة وعلي نأخذ 6 اللي هو number of class رقم 6. أوكي، فنجي إذا هسه نجي نحاول نكمل، فإذا شو راح يصير هسه عندي؟ 78 تقسيم 6 فراح يعطيني 13. إذا هي هاي النتيجة الصحيحة اللي أنا المفروض آخذها. أوكي طلاب ملاحظة في حالة استخدمنا كل الفئات يعني 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 أوكي ولم نحصل على نفس الدقة، أي شنو كلمة الدقة؟ أي المراتب بعد الفارزة، نضيف 1 unit
أضيف one unit لمرة أو يجوز مرتين للسؤال، وتكون الإضافة على المدى الكلي، يعني وين أضيفها؟ هنا. وين أضيفها؟ هنا على total width. فمثلا لنفرض أنه هذا السؤال مالتنا ضفنا الخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة وما ظهرت، فمن أجل أضيفها هنا فراح تصير معناتها حصير كأنه 78 زائد 1 فصير 79 وأبدي أشتغل. أوكي، بس ننتبه من ضفت 1 في حالة الون يونت راح يصبح الحد الأعلى، مو كان الحد الأعلى ماتي 740، نتيجة هاي الإضافة اللي هي 1 حصير 741 وليس 740. أوكي، مفهوم طلاب؟ هاي ملاحظة رقم 1. زين، الملاحظة رقم 2، لنفرض انت اشتغلت التوتال ويدث لقيته يقبل على الستة، يعني يطلع لي عدد الفئات مضبوط، وأيضا كملت لقيته يطلع على السبعة، فكيف نختار؟ الاثنان صحيح، لكن نأخذ الستة لأنه يعطي أقل عدد من الأرقام. أوكي، هسه عندي الشغلة الأخيرة اللي هو الانترفال. فهسه شو راح نستخرج؟ حنستخرج الخطوة اللي بعدها رقم 7. هنا لكلاس انرفال شو يساوي لنا؟ هو عبارة عن الودث، اوكي، مطروحا منه الوان يونت ان، اوكي، ان ال اس دي. إيش قد طبعا التوتال ويدث انا طلعته 13 ناقصا إيش قد الوان هو عبارة عن 1، فهنا إيش قد حيطلع اللي هو الانرفال حيطلع لي 12. هسا احنا خلصنا الخطوات الاولى لبداية الحل. اوكي، احنا مثل ما قلنا انه حتى اقدر احل اني هذا الفريكونسي ديستريبيوشن اني احتاج 4 جداول. هاي الجداول هي عبارة عن الكلاس ليميت، اوكي، والجدول الثاني اللي هو الكلاس باوند، والجدول الثالث اللي هو المارك، والرابع اللي هو الفريكوانسي. هسه نيجي على جدول بالنسبة للأول. أنا راح أبدي أكتب هنا أصغر قيمة كانت موجودة داخل القيم اللي هي 663. أوكي، إحنا إش كم كلاس احتاجيت حتى يشتغل؟ أوكي، إش كم كلاس؟ أنا احتاجت 6 حتى يطلع لي الناتج الصحيح. فإذا معناته الفئات مالتي لازم تقسم تظهر لي بستة. فإذا 1 2 3 4 5 6. أنا ليش سويت هيجي؟ لأن هنا حتى أخلي آخر شيء القيمة النهائية اللي هي القيمة العليا اللي هي 740. هسه لازم احاول استخرج المدى مال هاي الفئات من 663 بحيث اوصل ل 740، وحسب ايش كم صف؟ هي عباره عن 6 صفوف. نجي اذا راح نستخرج هسه الحد الاعلى للفئه الاولى. ايش نستخرج؟ الحد الاعلى للفئه الاولى. شلون اجي استخرج يا طلاب؟ هو عباره هذا الحد حتى اقدر استخرجه هو عباره عن الحد الأدنى للفئة الأولى زائداً إيش؟ الانترفال. إيش؟ آسف ما بدي يكتب، ما أعرف ليش. مهم، يعني زائداً إيش قد؟ 12. فهنا زائداً 12. هاي 12 منين جبناها طلاب؟ هاي ال 12 اللي هي مال انترفال. فاذا 673 زائد 12 حصل 675.
هاي قيمة، هاي الحد الأعلى للفئة الأولى. أوكي، هسا أنا شو أحتاج؟ أحتاج أستخرج الحد الأدنى للفئة الثانية اللي هي هاي. زين هاي شلون أستخرجها؟ شوف شو نسوي. هاي أستخرجها من خلال الفئة الأعلى للفئة الأولى، أقصد يعني القيمة العليا للفئة الأولى، أجمعها مع الـ 1 unit اللي هو شقد قيمته؟ 1، حتى أستخرج الحد الأدنى للفئة الثانية، فراح تصير 676. أوكي، هسا كملت الحد الأدنى للفئة الثانية، أيضا نفس الخطوة ويا من أجمعها، أجمعها ويا الـ 12. من هي الـ 12؟ اللي هي الـ interval. الـ interval، آسف، لأن هنا بالأخير طلعت إنه الـ T لازم مثل اللفظ حسب البريطانيين، نفضها على الإنجليز، أمريكان. المهم 676، فإذا زائدا 12، فإذا إيش راح تصير؟ هسا أنا عندي 688. أوكي طلاب، حتقول لي اوكي بس منو قال اني هسه هذا الحكي مالتي صح؟ يجوز هذا خطا. انا اقول لك تقدر احنا بطريقه معينه نعرف انه الحكي هذا مالتنا صح ما للكلاس ليميت. هذول القيمتين، هذول القيمتين لو نجي الفرق ما بيناتهم، هسه لو نجي نحسبه هو عباره عن 13، وال 13 هو شيء يمثل؟ يمثل الكلاس ويدث، شيء مثل طلاب، يمثل الكلاس ويدث. الفرق ما بيناتهم 688 مطروحه منه 675، حينطيني ايش قد؟ 13. هسه ايش راح نستخرج؟ راح نستخرج الـ يعني الحد الادنى اوكي للفئه الثالثه اللي هي هذا. شلون استخرجه؟ نفس الطريقه، الحد الاعلى للفئه الثانيه ويا من اجمعه؟ اجمعه ويا الـ 1 يونت. فش راح يطلع لي هسه اذا هنا؟ حيطلع لي 689. ليش؟ لان الوليونت ايش قد؟ 1. فاذا 689. هسه نستخرج الحد الاعلى للفئه الثالثه، شو اضيف له؟ اضيف له الانترفل زائد 12، فش راح يطلع لنا؟ حيطلع لنا 701. وهكذا بالنسبة لكل القيم بالنسبة لهذا، فراح نسجلها هسه مباشرة 702، هنا 714، هذا حصي 715، هنا حصي 727، هنا حصي 728. هذا ايش خلصنا احنا؟ خلصنا العمود الأول اللي هو الكلاس ليميت. اوكي هسه شو اريد اني؟ هسه اريد استخرج الكلاس باوندرز. حتى اذا استخرجه اطبق قانون، اطبق قانون. هذا القانون شنو اللي راح اطبقه؟ خلي هنا نطبقه على صفحه حتى بس نتذكر. هو عباره عن الكلاس ليميت زائد ناقص زائد. يعني اذا اول شيء نطرح نجمع، هسه عرفنا شو نطرح نجمع، مع نصف قيمه ال1 يونت، اوكي نطرح همين من ال1 يونت ال اس دي. اوكي احنا هنا هو بالاصل ال1 يونت ايش قد قيمتها؟ ال1 يونت هي بالاصل هي عباره عن 1، نقسمها على 2، فايش قد حصير؟ اذا القيمه مالتها حصير نصف. اوكي نجي هذا الحكي هسه حنطبقه. فالقيمه الاولى باعوا انتبهوا علي، طبعا ناخذ فئه فئه. الفئه الاولى من بين متكونه من 663 الى 675، صح لو لا؟ من 663 الى 675. اوكي شو نسوي؟ احنا ايش قلنا؟ ناقص زائد. شوف شلون حسويها،
أطرح الحد الأدنى للفئة الأولى من نصف قيمة الون يونت. إيش قد قيمة نصف الون يونت؟ هو نصف. فإذا حصير 663 ناقصاً 0.5 حتطلع النتيجة. إيش قد أنا عندي طلاب حصير 662 ونصف. وأجمع القيمة الثانية اللي هي تمثل الحد الأعلى للفئة الأولى ويا من أجمعها وين الـ 0.5 اللي هي نصف قيمة الـ 1 يونت. فش راح أصير طلاب الأعزاء؟ حصير 675 ونصف. هاي وين حروح أثبتها؟ راح نجي نثبتها هنا. فإذا القيمة الأولى للفئة الأولى اللي هي 662 ونص إلى 675 ونصف. أوكي، هاي بالنسبة أول قيم للكلاس باوند. نفس الحالة حنطبقها على اللي بعده. فنروح هسه على الثاني. الفئة الثانية تذكرون إيش قد كانت؟ كانت 676 إلى 688. نطرح 676 من نصف قيمة الـ 1 يونت، وهنا 688 تجمع مع نصف قيمة الـ 1 يونت. فش راح يصير إذن عندي؟ حصير هنا 675 ونصف إلى 688 ونصف. نرجع نعوضها فوق، نجي هسه هنا نعوضها، تصير 675 ونصف، وهنا 688 ونصف. هسه أيضا نفس الحالة بالنسبة للفئة الثالثة اللي هي هاي، هم نفس الحالة حنطبق عليها. هاي الفئة الثالثة مباشرة هنا، ايش راح يصير؟ معناته 688 ونصف إلى 701 ونصف. طلاب خلي نلاحظ في الملاحظة حتى بس تعرفون، لو تجون تنتبهون هنا شوفوا مو كلاس باوند. القيمة الثانية كل مرة للكلاس باوند هي نفسها القيمة الأولى لمن؟ للفئة اللي بعدها. يعني هسه أنا من استخرج 675 ونصف مباشرة أقدر أخليه هنا 688 واستخرج طبعا القيمة الثانية للكلاس باوند للفئة الثانية. ونفس الحالة لمن؟ بالنسبة للشي يسموها للفئة الثانية اللي هي 688 ونصف، هي نفسها 688 ونصف للفئة الثالثة، ونستخرج القيمة يعني للفئة الثالثة بالنسبة للكلاس باوند. هسه نجي نكمل البقية مباشرة، راح ننزلها كقيم. فش راح يصير هسه أنا هنا عندي حصل 701 ونص ثواني الطلاب. اوكي، فراح يصير هنا 701 ونصف، هنا حتكون مقابلها 714 ونص، هنا حتكون 714 ونصف، حتكون مقابلها 7275
هنا حتكون 727 ونصف مقابلها 740 ونص. اوكي حتقول لي تجاوزت هنا، لا هو مو قصة تجاوزني، لان هنا احنا اصلا بدينا شنو قيمة اقل. اوكي حتى فقط ملاحظة، هسه ايش نستخرج طلاب؟ نستخرج ما يعرف بالكلاس مارك. الكلاس مارك شنو قانونه طلاب؟ نجي نباوع، خلينا نستخرج على جهة. الكلاس مارك هنا هو عبارة عن ثواني، خلي ننقل الغير مكان كتابة يعني مثلا الكلاس مارك هو عبارة عن الكلاس ليميت. اوكي الكلاس ليميت مقسومة على اثنين. اوكي هو من هو الكلاس ليميت؟ هو الحد، هو الحد الأول أو الفئة الأولى الكاملة، بمعنى آخر يعني أخذ هاي الفئة الأولى كلها اللي من 673 إلى 675 أجمعهم وقسمهم على اثنين، فراح أصير كالتالي، حصير إذن 600 خلينا نكتبها جوا بكت تشتغل الشاشة، قلنا 663 زائد 675 ونقسمها على 2 ايضا حيطلع لي هنا 669. هاي طبعا المن هاي القيمة الكلاس مارك للفئة الاولى. اوكي نجي نثبتها هنا، نجي نثبتها نجي نثبتها فهنا حصير مقابلها 669. اوكي هسه راح نستخرج الكلاس مارك للفئه الثانيه اللي هو حاصل جمع 676 مع 688 ونقسمهم على 2 راح يطلع لنا 682. 682 ايضا الكلاس مارك للحد الثالث حيطلع لنا 695، هنا حيطلع لنا 708، هنا حيطلع لنا 721، وهذا حيكون 734. اوكي همين خلي ننبه على شغله حتى اتاكد انه مالتي الحل صحيح، حتى اتاكد انه الحل مالتي صحيح. هسه اذا انت من 669 إلى 682 إذا ضفت يعني ل 669 ما قيمته 13 اللي هي شو تمثل 13؟ كلاس ودث. شو راح يطلع لنا 682؟ وال 682 إذا هسه أنت ضفت لها ما يعني 13 أيضا شو راح ينطيك؟ حينطيك أيضا يعني ضربت 13 حينطيك 695. إذا معناته دا نمشي صح. أوكي لحد الآن ما عندنا مشكل. وطبعا حتى هنا نفس الحالة بيناتهم إيش قد حيكون 13؟ بيناتهم 13. أوكي هذا بالنسبة للكلاس باوند. ونفس الحالة إذا أخذناه كأفق أيضا حيصير بيناتهم إيش قد 13. إذا هنا كل حركاتنا وتجون تنتبهون عليها هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن الكلاس ويدث. الآن إيش راح نستخرج؟ راح نستخرج الفريكونسي. أوكي شو نجي نستخرجه للفريكونسي طلاب هنا نرجع على القيم الموجودة بالسؤال ونبحث على أساس الفئات.
نبحث عن تكرار، يعني الفئة الأولى من محصورة من يا رقم إلى يا رقم، ونبدأ نبحث بين هذه القيم. يعني الفئة الأولى حسب الحل مالتنا هي من 663 إلى 675. الفئة الأولى هذه هي الفئة الأولى، هذه هي الفئة الأولى من 663 إلى 675. نرجع للقيم، نباوع طلاب عمود عمود. أوكي، نحاول أنه نشتغل على أساس عمود عمود. بالنسبة للعمود الأول، هذا هو العمود الأول، هل يا ترى أكو أرقام محصورة للحد الأول من 663 إلى 675؟ لا، لا يوجد. هذا بالنسبة للعمود الأول، فشكتب جوا إلي للتذكير صفر، ما بي هذا العمود. أوكي، روح على العمود الثاني، هم نفس الحالة، ندور ما بين 663 إلى 603 إلى من 663 إلى 675. نجي ندور هنا بهذا العمود، نجي ندور بهذا العمود، هل أكو يا ترى؟ من نجي نباوع، إي نعم، هياتها هذا، هاي القيمة اللي هي 673 فقط هي، فإذا أكتب هنا أكو شقد؟ أكو قيمة واحدة. أوكي، هسا وين نروح؟ هسا نحاول نروح للعمود الثالث وأيضا نبحث عنه للمدى من 663 إلى 675. بالبحث هنا راح نجد أكو قيمة بالعمود الثالث اللي هي 664 اللي هي هاي. إذا نفس الحالة، إذا أقول أكو قيمة واحدة هنا حتى لا أنسى، أروح هسا وين؟ للعمود الرابع، هذا هو العمود الرابع. بالعمود الرابع من أجي أدور به، خلينا نشوف هل يا ترى موجودة به فد قيمة؟ إيش قد يا ترى العمود الرابع؟ أيضا به قيمة واحدة، هاي القيمة اللي هي 673. 603، آسف القلم ماذا يأخذ عليها، 673. إذا إيش قد أيضا قيمة واحدة. نذهب هسه للعمود الخامس والأخير أيضا نبحث به، راح نجي نلقي فقط قيمة واحدة موجودة اللي هي 669. 669 إذا هسه إيش قد؟ أيضا واحد. هسه إيش راح أسوي؟ إذا أقول 1 2 3 4، إذا أنا عندي فقط أربع قيم محصورة بمن هنا، فأسجل أن الفريكونسي للأول هو إيش قد؟ هو فقط أربعة. نفس الحالة طلاب، آسف يعني ما أقدر أطول، بس هي نفس الطريقة طلاب لبقية حدود الفئة الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، لأن وقت أنا على مودكم حتى هم نصير طويلة المحاضرة. فبالتالي من نجي نسجلهن ونجي نسجلها، فإذا الفئة الثانية حتكون إيش قد؟ حيكون أنا عندي 10. بالنسبة للثالث حيكون أنا عندي 15، بالنسبة للرابع كان عندي 11، بالنسبة هنا عندي 6 وهنا 4، حاصل جمعهم لازم يكون 50. بس طلاب انتبهوا علي في ملاحظة مهمة، في بعض الأحيان أوكي أنت تطلع لي هذا 50 بس أنت أصلا غلطان. ليش؟ لنفرض أنت نتيجة الطريقة اللي قبل شوية حكينا عنها هنا، لنفرض أنت خليت هنا 14 وهنا هذا الواحد الناقص الموجود هنا وين خليته أنت؟ خليته هنا، صار مثلا 12 أو توزعت أو في الترتيب، بس حاصل جمعة 50. فلهذا الطلاب لازم ننتبه، لازم ننتبه أنه إحنا بناخذها صح، نرتبها صح إلى آخره. أوكي، نكمل هسه بقية السؤال لما بعد ما خلص. أكثر تكرار وين موجود طلاب؟ هو ال 15. أكثر تكرار هو إيش قد؟ هو ال 15. إذا هسه من أجي أقول لكم أي الفئات اللي تحقق لنا أكثر تكرار، أنت حتقول لي الفئة الثالثة
ليش الفئة الثالثة يا طلاب الأعزاء؟ لكونه أنتوا قلتوا لي لقيتوا أنه عدد التكرارات الموجودة فيها هي أعلى تكرار، هي أعلى تكرار. أوكي، هي أعلى تكرار. طبعا ايضا احنا حكينا عن انواع التكرارات اللي هو طبعا عندنا احنا اربع انواع من انواع التكرارات. عندنا اول نوع اللي هو هسه اللي استخرجناه، هذا يسموه نيوميريك. اوكي، نيوميريك فريكوانسي، هذا اوكي بعد حكينا عنه، بعد ما نحتاج نعيده. بس اذا مثلا طلب من عندكم النوع الثاني اللي هو ريليتيف frequency، relative frequency، شلون اجي استخرجه؟ القانون مالته هو عبارة عن الفريكونسي اللي انا استخرجته مقسوم على n. الان طبعا هي من هي؟ الان هي طبعا الخمسين اللي عدد القيم، بمعنى اخر اذا هسه انا عندي خمسين هاي هنا، ناخذ فريكونسي لكل واحد، لفريكونسي لكل واحد، يعني هسه مثلا الاول هو ايش قد كان الفريكونسي مالته؟ كان عباره عن اربعه، فاربعه تقسيم خمسين حيطلع لنا 0.08. هسه نروح على الثاني، الثاني ايش قد كان الفريكونسي؟ كان 10 نقسمه على 50 حيطلع لنا 0.2. حنجي على الثالث اللي 15 على 50 حيكون 0.3. بعدين اللي بعده اللي هو 11 ونقسمه على 50 يصير 0.22. هنا 6 على 50 0.12، والأخير ايضا 4 على 50 اللي هو 0.08. حتى نتاكد الحظ صح، هو تقريبا لازم يطلع واحد عدد صحيح. اوكي، واحد عدد صحيح 99 الى اخره، بس والمهم قريب من الواحد عدد صحيح. اوكي، هاي النوع الثاني. النوع الثالث طلاب اللي اسمه نسبه مئويه percent. Frequency. طلاب مرات الشاشة يعني فالكتابة يعني ما تكون مرتبة، إن شاء الله خير. هذا شلون نستخرجه؟ هاي القيمة اللي لسه استخرجناها رأسا بيش أضربها؟ مباشرة أضربها في 100 ويطلع لنا الناتج. اثنين وعشرين، اثناش، ثمانية، حاصل جمعهم طلاب الأعزاء هو شقد؟ حتكون 100. النوع الأخير، النوع الأخير اللي هو بالنسبة لنا إذا إحنا دريده لكل متى فريكوانسي طلاب ما راح نأخذه لا هو ولا الرسم مالته، فما راح نتركه. أوكي؟